في شطب بقلم أحمر على مطرح الحشوة، تاخدين وبتحرق الميكرو وبعد منه والتصافي بس نقبط. شو وين سيري؟ لا ما في شي، عم فكر هيك كيف تيسرت معنا الأمور. الدستور من عينك، شبك يا زلمة رح تصيبنا بالعين. وكيل عن أبو الحاجة، قسما بالله لولا الحاجة ما بشتغل هيك شغلة على قطع رقبتي. عمين تغاوي نكد شي، خلصنا بقى. بكرة بس تكرج لعملي بين إيديك شوف كيف الدنيا عم تضحك لك. طيب بدي أسألك سؤال. شرف. هلأ أنت يعني كيف وثقت فيني؟ ما خفت مثلا أخذ القطعتين وصرفهم بمعرفتي؟ لا. ليه بقى؟ أول شيء يا غالي، تهريب مو مصلحتك، وأنت عدم المؤاخذة مالك أحمر تروح تستعين بحي الله حدا بشغلي فيها قص روس مثل تهريب الآثار. ثاني شيء، أنت جوعان مثلي يعني، والجوعان بينضحك عليها بقصة الكرامة والأخلاق من هو وصغير، وبيتعلم إنه ما يخون الإيد اللي مدت له. بس اطلع حواليك راح تشوف الناس حيتان، إذا سكتلين بيبلعوك، بيبلعوا كل شي حواليك، وحتى توقف بوجهين لازم تصير أوسخ منين. أوسخ؟ إيه أوسخ. حمامة السلام هي خرطة كبيرة بدك تنسى ليها والله يا غالي، لأنه كلنا من سامح وما حدا فينا بيحب البلا وخربان البيوت لحدا،
بس هالدنيا نازلي فيك جلد 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 جلد. شو بتعمل؟ تعطي خدك الأيسار؟ خي أنا الحمد لله دايمي حاجتي تورمت، ومن اليوم ورايح اللي بده يدسلي على طرف بدي اجعل الله ما خلقه وفرط له المسبحة. بقى اليوم المساء بدي صرف القطعتين وبدي يكون صاحي ومزاجي رايق. عم تفهم علي؟ ايه اهلا وسهلا، نورت قصرك يا بيت. كيفك يا ابو صبحي؟ الحمد لله داعيلك بالخير سيدي. اخبارك منيحه؟ تمام سيدي تمام. لازمك شيء؟ عاوز شيء؟ بدي سلامتك. اكيد. والله ما كان العشم يا ابو صبحي. خير يا بيك؟ حاسس انك يعني متضايق مني. خير في شيء؟ طبعا في شيء. لك معقوله يا عمي يا ابو صبحي اخوك بالمستشفى ومحتاج فلوس ليساوي عملية قلب وعم تخبي علي؟ يا بيك مثل ما بيقولوا شكوى لغير الله مزلة. شكوى؟ الله يسامحك، صار لك عم تشتغل بهذا البيت 25 سنة عم تتعب فيه وخيرك إله لناسه، معقول الحكي اللي عم تحكيه؟ يشهد ربي علي يا عمي أبو صبحي ما بيوم الأيام شفتك صغير قدر. أنت مقامك وأدرك كمقام الوالد الله يرحمه، هاي دارك يا أبو صبحي وإلك فيها مثل ما إلي فيها أنا وابني. هالمرة رح مرق لك إياها، بس مرة تانية رح أزعل كتير. ها لا يا أبو صبحي بترجاك لا تبكي، لك دموع رجال مثل حكايتك بركوا الدنيا وما فيها. أنت بركة هذا البيت. اسمع، بخصوص أخوك أنا بعدت اليوم ونقلناه على أهم مشفى بالبلد، تكاليف العملية بتنساها، حتى النقاهة والأدوية أنا مسؤول عنهم. كتر خيرك، بس توعدني ما تخبي عني شي من هلا ورايح. بوعدك. أهلين أم ربيع. أهلين يا بيك. ورد وينه؟ قاعد بمرسمه. والغدا؟ خمس دقايق بكون على الطاولة. أنا ميت من الجوع، طالع شوفه ويصل. ما عادش الجوع. أهلين نرجس. كيفك يا حسنة؟ أهلين أبو ورد. كيفك حبيبي؟ أنا منيح بس الشغل مو منيح. لا ليه؟ هي تالت لوحة بقرر كبها خلال شهر. بس شايفك عم تكمل. ما بتعرف، بلكي طلعت معي شي فكرة قبل ما كبها بالزبالة. لا. وانت كمان شكلك ما عجبتك. ليش هيك عم تحكي؟ لو كانت عجبتك كنت حملتها ومشيت فيها على الضوء مثل العادة وعطيتني شي 12 ملاحظة او تفصيل مشان اشتغل عليهم. لا 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 تزيد انت الثاني، هي شوية تصورات شكلية مو اكتر. يا سيدي لا تزعل رح شوفها. شرب سيدي. مبدئيا هي للكب. وعقوبة لك رح تغدى معي، ما رح تغدى لحالي. يلا. مرقت على المدرسة وما لقيتك. ايه شفتك تأخرت قام رجعت لحالي. مرة تانية بتنطريني قدام باب المدرسة ما بتتحركي ولا متر واحد لاجي انا واخذك، فهماني؟
بابا شبك؟ لك لا تقاطعيني لما نكون عم بحكي وعم بلتعن، فهماني ولا لا؟ أنا آسفة، لو عرفان الموضوع بده يضايقك لهالدرجة كنت ما عملت هيك. المرة الجاية بضلي ناطرتك على الباب منيح؟ يعني ما رح تاكل، عملت الأكل مشانك. صوتك زعلان؟ لا مش الحال. طيب رح تقوم تغسل ولا تعمل في ايدي؟ ما بقوم غسل. شو حبيبي؟ طمني شو صار معك مشان الشغل؟ دوني شغلوني زمان. ماشي الحال، شو كيف كانت الجامعة اليوم؟ منيحة، في شيء جديد روتي خير إن شاء الله. ليك يا ولي، إيش قد بقي معك مصاري؟ بقيان منيح يعني شيء 1500 ليرة. أيوة، ليكون ناقصك شيء ما تخبي علي ها؟ معقولي أنا أخبي عليك؟ أنت بتقفرني من تطليعة. ماشي، اليوم المساء نازل على بيروت، لازمك شيء؟ علمي وقفت الشغل على الخط بعد ما انحرق السرفيس. استعار السرفيس رفيقي، جايتنا رزقة منيحة منه. طيب محرز تسافر بالليل؟ الخبز أبي جيب بلاش يا أمال. طيب أي ساعة مسافر؟ يعني عشية 9 المساء. الله يوفقك خيي، دير بالك على الطريق وليك لا تأسرع، يعني ما أنك مستعجل عشية، شوي شوي. لك خلاص خلاص، والله حاسك مثل ستة صرتي. الو سلوى، اعطيني سالم. كلاب كلاب كلاب. خير معلم؟ في شيء صاير؟ شيء؟ طلع لبرا، طلع لبرا. امرك امرك. مولي
دير بالك على حالك خيي، الله يخليك. ولا يهمك، انا بكره الظهر انشقت حالها بكون صرت هون ان شاء الله. ليك لا تقطعني، ضل اتصل فيني. انا ما رح سكر موبايلك كرمالك. امريك خلاص، ولا يهمك. بدك شيء من لبنان؟ سلامتك خيي. يلا خاطرك. لحظه شو؟ لحظه شوي. شو هاي؟ برد كتير برا خيي. خلص امريك، يلا بدك شيء؟ انتبه على حالك ها، دير بالك على الطريق. ماشي خيي، لا تسوق بسرعة. امريك ليه؟ يا عدرا، ليش هيك عم بيصير فينا؟ ما عم بقدر افهم شي، ولا حدا عم بيفهمني شي. طب انا شو ذنبي؟ بدي اعيش حياتي طبيعية، اطلع وفوت مع رفقاتي. طب ساعديني، ساعديني كون مع بابا يرجع مثل الأول، قوي مثل ما بعرفه. وجعه عم يقتلني، ما بدي يكون هيك. كل ما أجي أسأله شو صاير بيخانقني وبيعيط علي. اشتقت لأمي، ما بعرف ليه تركتني وراحت. امي ما بتتركني بلا سبب، وكل ما حاكيها بتقلي بعدين، ما بتفهمني شي. يا عدرا، انتي شفيعة الحزن والمساكين، وانا حزينة ومسكينة. دخيلك ساعديني، ما لي غير. حسبت حسابك. حطت القرفة؟ اه انا ما بحب القرفة. ايه بس انا بحبها. هلا المرت الجاي لما بتساويها ابي حطي لها اللي بدك اياه. امي كان دائما تحط لها قرفة بتشربها وما تحكي شيء. صباحي على خير. إذا نلاقي حل. شبك؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ لا تتبارد علي، الولد مرتفع حرارته، قوم روح جيب دكتور. قلت لك اعطيه خافض حراره. لك هذا ولد صغير، ما فيني اخبص له بالادويه، جسمه ما بيتحمل. اجليها لبكره، الدنيا هلا اخر الليل واصلا ما فيني لاقي دكتور يرضى يجي معي لهون على الحاره بهيك وقت. لك هذا ابنك يا الله، لك ابنك هاد. ولك خلصنا بقى، خلصنا قسما بالله العظيم، ما في بجيبتي غير 200 ليرة. لك شو بدك كاني تساوي؟
كرمال الله، كرمال الله روح جيب للدكتور. والله خايفة يروح من بين يدي، حرارته كتير مرتفعة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا بشوف. أنا يزن جاركم. أهلين. لا تواخذيني يا أختي، عم دق عليكم بهالوقت. السيد رشيد موجود بالله؟ لا والله، رشيد سافر على بيروت. خير في شيء؟ ابني مرتفع حرارته وأنا منتقل جديد على الحارة، ما بعرف في دكتور هون وخايف عليه، يعني ما شان حرارته. لحظة، ابنك مرضان بدك تجيب له دكتور صح؟ صح، بس المشكلة اني انا ما بعرف حدا هون يعني. طيب ماشي، ثواني انا بجيب جاكيتي وبروح معك، في دكتور قريب بنجيبه وبنرجع. لحظة. بس انا ما معي مصاري. لا تواخذنا يا دكتور، لبكناك معنا وجبناك بآخر هالليل. بسيطة، الأدوية اللي كتبت لكم عليها بتلتزموا فيها وبكمية الجرعات، وغير هيك الصبي لازم يضل لفيان وما ينترك بالبرد أبداً. أكل حال رقم الباي صار عندكم، أي شي بيصير بتتصلوا فيني فوراً. تفضلت علينا، شرف. تفضل. معافك. الله يعافيك. كتر خيرك. خير الله. والله ما بعرف شو بدي أقول، يعني أنتي مرة لحالك وأنا دقيت عليك بآخر الليل وشنطتك معي. خلص، المهم مجدي يكون بخير. هاي تاني مرة بتوقفوا معنا، ما بعرف شو بدي أقول. الله يقدرني ويرد لكم هالجميل. ولو ناس لبعضها. بعدين أنت لازم تدور على صيدلية مناوبة مشان تجيب الدواء لمجد. أنا تركت شوية مصاري مع نادين. الله يطول بعمرك، كتر خيرك، بس هيك كتير يعني. تصبح على خير. تي من أهل. كأنها نزلت حرارته وهدي شوي. الحمد لله. الحمد لله. الدكتور قال لي إنه شوي تاني بيهدى وبينام. يمكن أنا زودتها بخوفي عليه، بس شو بدك تساوي؟ هيك قلب الأم. وأنا بكرة رح أروح لعند أخي أحمد وقل له يزبط لي الشغل اللي وعدت فيه. الشغل مو عيب، بركي الله هيك بيرزقك بحسنتي وحسنة هالصبي. هي 1000 ليرة حق الدواء. Thank you.
أهلين، شايفك صاحي. قلقته ما قدرت نام، قلت بطل عليك إذا ما كنت كتير مجهول بتلعبنا دق شطرنج. أيوة بيعجبني كفاحك. عم تتمسخر؟ ما في شجرة وصلت لربها، وطالما أنا عم ضل ألعب إجباري رح أتحسن، ورح يجي يوم إلك فيه بح كش مات. أكيد رح يجي يوم، بس مو هذا اليوم. ما بتعرف والله. لحظة لحظة قبل ما نبلش اطفي موبايلك. حاضر. مضطر جاوب. ألو. ايه سافر؟ بدي الرسالة بكرة الصبح على طاولة مكتبي. الله معك. شرف سيدي. وهي حطينا على الصامت. لحظة لجيب الشطرنج. من حدا. على فكرة يعني الهدية كتير بسيطة، ما أنا مستاهلة إنك ترفضيها وتخجليني. شكرا. بس هيك؟ شو لازم ساوي مثلا؟ بوسك يعني؟ لا لا والله العظيم ما كان هيك قصدي. ماهر أنت شاب ظريف ومربى، بس صدقني يلي عم تعمله هاد ما رح يوصلك لنتيجة. طيب ليش؟ شو ليش؟ فرق السن بيني وبينك كبير كتير، يعني أنا لو متجوزة على زغر بجيب شاب قدك أو يمكن أصغر منك بكم سنة. عم تفهمني؟ أنت دائماً بتحكي عن نفس القصة، هي العمر بيني وبينك، يعني أنت بتحبيني ومشكلتك بس هي العمر؟ صدقيني في ناس كتير مثلنا حبوا بعضهم وتجوزوا وعاشوا حياة بتجنن. لك ليش عم تضحكي؟ ماهر أنا ما بحبك بس ما بكرهك، يعني أنا ما فيني أفكر فيك غير هداك الشاب يلي تعودت تشوفه بينطلي من مكان لمكان. طب جربي غيري نظرتك فيني، بيمشي الحال. تعرف شو؟ أنا كنت ما بدي أقول لك مشان ما أجرحك، بس هلأ عم تضطرني أحكي لك. أنا بحب شاب من عمري تمام ومناسب لإلي كتير، ورح نخطب عن قريب، مشان هيك تصرفاتك اللي عم تعملها عم تأذيني كتير. بتمنى تضل محافظ على صورتك بعيوني، وشكراً على البورتكلي. طب ما بدك تاخذي الورد؟ لا باي. في شي عن سيارة؟ هذا الشاب عم يدقني. لا لا ابدا، هذا ابن جيراننا عم يوصلني لهون. يلا الله معك، سلم على الماما. إذا سألك شو جرمك قل له إنه أنت عنصر من حرس الحدود اختلفت مع الضابط ونزلك لهون عقوبة غير معلنة. قوي قلبك رح يخاف منك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو جابك أحينا؟ والله هالرجلين. اسمعوا لك، بجاوب عد السؤال ولا رجليك هدول بحملك إياهن على كتافك. فهمت؟ لا ما فهمت. وبدك تقصه لهلسان ولا بدي ضايقك عن جد؟ انت بدك تدايقني ولك جربوع؟ اسمع ولا انا اسمي رشيد، عنصر درك الحدود متقاتل مع الضابط وواصلي مع الشيطان الرجيم ومنزلني عقوبي غير معلني.
قسما بالله بتطلع المجنون بتطلع الفشي كله براسك. ها وبخربط لك واجهتك تخربط، ما تفهم علي؟ بدك ما تاخذنا، اللي ما بيعرفك بجهلك، سامحنا مشان الله. الله يسامحك. الحقيقة أنا قصدك بخدمة كتير صغيرة، بس ما بعرف إذا لساتني بمون عليك مثل أول أو لا. ولو يا سيدي، بالخدمة دايما، وشيتكم لهون خطوة عزيزة، وإن شاء الله ما راح بدك خايب إذا الله قدرني. اليوم عطلوع الضوء رجالك ضبطوا شاب اسمه رشيد إسماعيل بشاحنة كيها على طريق طرابلس. صحيح سيدي، الاسم مسجل عندي بتاريخ اليوم الساعة 4 الصبح. انكتب ضبط بالحادثة؟ انكتب بشكل فوري سيدنا. ايه بدنا نلغي الضبط. كيف سيدنا يعني هذا ضبط رسمي سيدنا، وانت بتعرف سيدنا انه يعني اي علامات على الدفتر بتظهر من تخزيق الاوراق او اتلاف لجمل بالمحضر رح تحمل مسؤولية. تتلف الدفتر كله. عفوا؟ بتجيب الشباب وبتخليهم ينقلوا كل محتويات الدفتر القديم على دفتر جديد، وبنفس التواريخ القديمة وتوقيع المزبوطين نحن منزورها، لا تاكلهم اصلا، ما حدا راح يدقق فيها. طبعا هذا كله بيصير بدون ما تنسخوا ضبط رشيدة، ديروا بالكم. وبعدين بتخلص من الدفتر القديم، وانا بقول لك كيف. بس سيدنا هيك بينقصوا عدد دفاتر، وهذا تفصيل يعني ما راح يمر بهالسهولة. هاي انا بحل لك اياها. فيني اقول انه انا كنت عندك بالمكتب وشاهدت بام عيني انه القهوه انكبت على احد الدفاتر الجديده، واتلفت الدفتر وانا شاهد. وهيك بنتحايل على القصه، وما حدا بيقدر يحاسبك لا على نقص دفتر ولا غيره. بعدين لك اخي اطمن، انا بالاساس في واحد كبير طالب مني هالطلب، يعني ما في داعي للخوف. وكون واثق اني انا رح اتدخل باي لحظه كانت اذا انفتح هذا الموضوع، وباسرع وقت ممكن. بس يا سيدنا هذا مهرب اثار حقير، يعني حقه نص فرنك. هلا مو دائما نحن بتصدق احكامنا على الناس. هذا الشاب انا بعرفه منيح، مستحيل يفوت هيك فوته. اكيد في واحد ابن حرام دسله القطع واتصل وخبر عنه مشان يورثه. طبعا هاي هي كل القصه. والله يعني والله يا سيدي يعني انا ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني الموضوع ما نو بهالسلاسل. يعني بعدين في قطعتين اثريات يا سيدنا بيسوا هذيك الحسبه، دخلوا على قائمه المصادرات. جبنا خبير وكشف عليهم وطلعوا القطعتين مقلدات، يعني ما لهم قيمه. وهيك بصير في عنا مجال نقدر نبدلهم بقطعتين تانيين ما لهم قيمه فعلا. وفرطت يا عرب. شوف أنا لو ما بعرفك أبو ضاي وفي ما قصدتك، عندي إحساس إنك ما رح تخيبني أبداً، وأنا أكيد مع الأيام رح شلك إياها. خلص سيدنا، يعني مثل ما بتأمر. بلاها الضبط، ويا سيدي اعتبر الموضوع كله من أصله ما صار. هذا عشمي فيك. وهلأ رح أخلي الشباب يخلوا سبيله فوراً سيدنا. لا إياك، بدي إياك تعمل العكس تماماً، بدي تعقد لي اياه من هون لارجع اتصل فيك مره تانية. ما في داعي تفهم كل شيء، انا بدي هالخدمتين منك. خلص سيدنا، انا تحت تصرفك، واللي طلبته راح يتنفس بالحرف الواحد. عن اذنك سيدنا. تفضل. اثنين زهورات يا ابني بسرعه. الغالي بيشرب شيء؟ أم ربيع عيونا حكي لي عن أمي. تقبرني والله، خلصوا حكاياتي، كل شيء بعرفه حكيت لك يا، ولا حابب تسمع أي شيء؟ حلوة رسمتي؟
كتير حلوة تقبرني، يسلموا إيديك. الله يرحم ترابها، صاير كتير عم تتذكرها. إيه؟ كل ما كرهت الظلم أكتر بصير بتذكرها. والله يا ابني هذا قدر رب العالمين. أنا ما بآمن بالقدر وما بآمن بعدالة الدنيا. استغفر ربك يا ورد. أنا ما عم بكفر، بس كل ما بتذكرها بيتقطع قلبي. ليش يعني؟ ناس بتنظلم وناس بتموت، أطفال عمرها ساعات بتموت بغلطة جراح، شعوب عم تنباد ما إلها ذنب. شو هالعدالة هي؟ كل هذا قدر؟ شو هالقدر هاد اللي بياخد منها بس الضحكة والناس اللي بنحبهم؟ ورد، شو ذنب أمي؟ هي ضحت بحالها كرمالي. بالأساس ما كان صار اللي صار لو بابا سمع منها. كان ضروري هي تموت حتى يتغير ويحس إنه في ناس حواليه بيفكروا بيحسوا بيتوجعوا. بس أبوك ما في منه. صار ما في منه، عم يطلب السماح على روحها بأنه يعاملني ويعاملك ويعامل كل الناس مثل ما هي بتحب. بس أنت بتعرف أنه أبوك كتير بيحبك. وأنا بحبه، بحبه كتير، مشان هيك بلحظة بضحك له بيكون فيها قلبي من جوا عم يبكي. هو بس يشوفني مبسوط وبيرتاح، بحسه إنه عم يرضي روح ماما. أنت حاقد شي على أبوك لك ابني؟ أكيد لا، أنا مالي غيره بالدنيا. لافته علي أحيانا بتخجلني، بس اتطلع بعيونه بحسه بكل ثانية عم بيقول لي آسف، آسف ألف مرة. والله يا ابني أبوك أطيب رجال بالعالم. بعد ما توفت أمك ندر حاله إلك، وأنت بتعرف ما في شي بيلزمه إذا هو ما بده. بعدين أنت اللي بقيت له من ريحة المرحومة. معلش مربيع، أنا ضجت شوي والموضوع كان له فترة براسي، كان لازم فش خلقي. بتشربيني شاي؟ تكرم عيونك يا غالي. بستغرب موقف أخوك منه كتير، يعني معقولة هيك دكتور وخريجي فرنسا وداير نص العالم مثل ما أنت بتقلي؟ ومن وقت ما تجوزنا وصار عمر ابننا 10 سنين لهلأ ما كلف خاطره وحكى معنا تليفون واحد بس. ليش؟ بتعرف شو؟ أنا مو بس مستغربة موقف أخوك غسان، أنا بقعد بقول لحالي يا الله ليش هالعالم بتقدر تحط كل هالحقد بقلبها؟ لك مشان شو؟ بس لأنه تجوزنا ونحن من طبقة فقيرة؟ سالم شو بك؟
أنا صحيح ما متت، بس شفت اللي ماتوا، وبعرف إنك ابن حرام وما في شي بردك عن الأذى والانتقام من أي شخص بيوقف بوجهك. بعد ما كنت إيدك اليمين فجأة صار بدك تتخلص مني وتعاملني مثلي مثل أي تاجر صغير بالسوق، بس أنا لقمتي كبرت وما عدت أرضى بالقليل، مشان هيك أنا رح سافر بس راجع لك، وحياة كل شي بشع تعلمته منك راجع لك. قلت لي سافر على فرنسا؟ بالضبط يا بيك، طلع لعند ابن عماد. ترك معك مفاتيح سيارته؟ لا لا يا بيك، ما ترك معي شيء. وبيته؟ بتصور ما ضل حدا بالبيت غير الخدم. انت بتعرف ابو عماد كان وحداني وكان عايش لحاله. تايلاندي. الله معك. نعم يا بيك. ابو عماد هرب من البلد، بتتابعي لي كل التفاصيل اللي بتخصه، بتشوفي شو عنده أملاك وباسم مين مسجلة، اسم أهله قرايبينه حتى بأصدقائه. بدي بكرة الصبح ملف كامل. حاضر يا بيك. الله معك.